للسنة السابعة على التوالي تنطلق حملة رمضان أمانة التطوعية بالشراكة مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للشباب وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، في مسعى للحد من الحوادث المرورية الناتجة عن سرعة بعض سائقي المركبات للحاق بموعد الإفطار. تجمع تطوعي يدعو إلى فكرة جدا سامية، وهي أن المحافظة على الإنسان يعني أولى من أنك أنت تسرع وتخاطر بنفسك لأنك تصل إلى وقت الإفطار، ففي هذه فيها رخصة. والإخوان سووا شيء بسيط جدا، يعني علبة صغيرة فيها كل ما يحتاجه الصائم أنه يفطر تمرة وماء حتى يهدي بس بسرعته ويوصل. الحملة التطوعية استهدفت توزيع 70,000 وجبة إفطار خفيفة على السائقين في التقاطعات المرورية المهمة والأماكن المزدحمة، ومنذ انطلاقها شكلت الحملة نموذجا مميزا للشراكة المجتمعية بين القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة وبمشاركة شبابية فاعلة. اليوم النهائي لحملة رمضان أمان 7، وفكروا الشباب المتطوعين يكونون كلهم مجتمعين في نقطة واحدة ويختمونها بختام طيب، ويتعارفون على جميع الفرق اللي اشتغلون، لأن كل فريق كان في نقطة بعيدة عن الثانية، ونفس الوقت يلتقون مع المسؤولين اللي بالداخلية والمسؤولين اللي قائمين على الحملة والمتطوعين والمتبرعين، ففي مكان واحد. شاركنا مع أخواننا خلال شهر رمضان على توزيع الوجبات الرمضانية على مرتادي الطرق. القصد منها هو توفير الأمان لمرتادي الطرق، لأن دائما العشر دقائق الأخيرة الواحد يسرع أساس يلحق يروح يأكل وتصير حوادث كثيرة. معا لرمضان بلا حوادث، شعار حملة رمضان أمانة لهذا العام التي تنظم في عدد من الدول الخليجية. سنوات من العمل التطوعي وجهد توج بجائزة أفضل حملة تطوعية على مستوى الخليج العربي في العام الماضي.